ايه عيوده يا حبيبتي، انت اللي منوره الدنيا. ده من كتر نورك جيت ارد على التليفون، ما عرفتش ارد من كتر النور اللي خارج. على فكره بقى، الباكج بتاعك ده ما عادش يخيل عليا خالص. عارف هي وسعت مني، انا عارف. كويس انك عارف. عايز اشوفك النهارده. بس انا لسه ما روحتش. مش مهم، المهم اشوفك. بعد كده بقى تعمل اللي انت عايزه. اوامرك يا هانم. تحب اقابل معاليكي فين؟ في البيت. تمام، مسافة السكة واكون عندك. مع السلامة حبيبتي. باي. الو، ايه يا مريم، ازيك؟ ازيك يا عمر، انا في كايرو. ايه ده، انت هنا؟ لسه جايه في الطياره. جيتي امتى؟ مالك يا عمر، انت اتضايقت ولا ايه؟ انا كنت فاكره ان انا عامله لك مفاجاه تخليك تنبسط، بس الظاهر ان انت ما انبسطتش. انت بتهزري ولا ايه؟ انا بس اتفاجئت والله، مش اكتر. انت فين دلوقتي؟ في الاوتيل. اللي هو فين ده؟ في الهرم. طيب خلاص تمام، هعمل بس مشوار، كنت واخد ميعاده من بدري، هخلصه واجي لك على طول. اوكي يا عمر، مستنيك. مع السلامه. اهلا 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 اهلا. السلامة يا عيود يا قمر، وحشتيني. انت كمان وحشتيني قوي 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 يا عمر. طمنيني عليك، عاملة ايه؟ يعني حزينة ومقهورة قوي على اللي بيحصل. مين سمع؟ كلنا على هذا الحال والله. انت جاية بقى قاعدة في مصر هنا على طول، ولا دي زيارة خطفة كده؟ لا احسن اهدى، انا خلاص مش قادرة استحمل ابدا المناظر اللي بشوفها. اعصابي خلاص هتفلت مني. المهم طمني، انت اخبارك ايه؟ انا تمام، انت اخبارك ايه؟ انا مش جاي اتكلم عن اخباري. على فكره رجوعك مصر المره دي مش عشان عدياب، انا اللي قلت لها اكلمك عشان موضوع تاني ما قلش اهميه ابدا عن موضوع عدياب. فريدة يا عمر. قالها فريدة. فريدة بتروح مننا. بتروح مننا؟ Thank you.
وحشتيني. هيئتك يا فريدة؟ أمشي. زعقيلي. اغضب يا فريدة. أنا مش هينفع أطلب منك إنك تعذريني، بس ينفع أطلب الناس مع صوتي عشان وحشني. أنت كويسة طيب؟ مش عارف اقول ايه اصلا، اقول اي كلام. بل احسن ان انت تسكت. مش قادر. ليه؟ انا قابلت عايدة النهارده. وانا مالي؟ قالت لي حاجات لازم اسمعها منك انت. حاجات؟ حاجات ايه؟ في حد ظهر في حياتك. هي قالت لك كده؟ اه، اسمه نجيب. وانت مالك بحاجه زي دي؟ بقول لك انت مالك بحاجه زي دي يا عمر؟ ماليش اي علاقه، بس انا عايز اسالك سؤال واحد. سؤال ايه؟ ممكن؟ ايه هو اللي ممكن؟ ممكن يبقى في حد تاني. ليه؟ هو ده غلط؟ ممكن تقول لي انت بقالك قد ايه بعيد؟ كتير. وهو ده ممكن؟ هتجاوبني يا عمر، هو ده ممكن؟ على فكرة، أنت أكتر حد ما ينفعش يسألني سؤال زي كده. عارف ليه؟ لأن كل حاجة بالنسبة لك ممكنة، حتى لو مش في خيالي، حتى لو مش موجودة في أي كابوس، كل حاجة ممكنة عندي. أرجوك يا عمر،
ما تضغطش على الجرح. انا نفسي اشوفك مره واحده عندك رحمه، مره واحده يا عمر. الجرح عندي لسه جديد ولسه بينزف. فاهم معناته ايه؟ لسه بينزف يا عمر. فريدة، احنا محتاجين نتكلم مع بعض. انت اللي محتاج تتكلم يا عمر، انا ما اقدرش. انت ماشية؟ ايوه انا ماشية، عندي ميعاد مهم. طب انا محتاجة اشوف الضرورة يا فريدة. لا والله، انت لما جيت تمشي يا عمر ما سبتش حد يكلمني، عشان كان لازم تعمل الحاجة اللي انت شايفها صح، عشان كده مشيت ومشيت براحتك كمان. فأنا من حقي دلوقتي أمشي، ومن حقي أعمل الحاجة اللي أنا شايفاها صح. يعني زي ما أنا ما سألتكش يا عمر، أنا ما سألتش. عارف ليه؟ لأن مش هتلاقي عندي أي رد. عمر، فاروق، سلطان، حظك الاسود اللي وقعك معايا. لورا، عمر سلطان وصل مصر وقعد مع عايده، بعدين راح قعد مع فريده. بس فريده عملت ايه؟ سابته وجريت عشان تجهز وتقعد معايا. انت عارفه معنى الكلام ده ايه؟ الماتش الحقيقي ابتدى. يعني العشاء النهارده هيبقى احتفال بمناسبتين. المناسبه الاولى قلب فريد اللي جايني، والمناسبة الثانية الماتش ابتدى. It's show time. It's show time. Yes. طبعا انت عارفة في اوروبا لما بيحتفلوا بفنانة عظيمة زيك بيحتفلوا بالشمبانية. ايوه بس انا ما بشربش. عارف انا عارف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية كويس، عشان كده قلت لهم يقبلنا عصير. بس لازم تعرفي ان انا بعتبر ده احتفال باول عشاء مع اجمل فنانه حقيقيه بتتكلم عربي قابلتها في حياتي، عشان كده حاولت اعمل شويه طقوس يعني على قدي. ميرسي يا نجيب. قولي لي، كملتي اللوحه اللي شفتها في المرسم؟ لا لسه شويه. لا لا لا، ايه ده؟ هتكمليها وبسرعه. ليه بسرعه؟ عشان انا خلاص حجزت لها مكان في فيلتي في ميلانو، وعايز تاخد مكانها بأسرع وقت ممكن. يا سلام. طيب هنشوف الكلام ده بعدين. وأنا بستنى. بص بقى يا نجيب، أنا مش هخليك زي كل مرة تاخد الكلام في ملعبي. خلاص يا ستي، الكورة في ملعبي، كلمي أنت. نجيب أنا مستغربة نفسي. أنت إزاي قدرت تخليني في فترة قليلة جدا دخلك بيتي وتعرف اهلي يخش المرسم بتاعي، وانا كل اللي بعرفه عنك ان انت نجيب المرشدي رجل الاعمال. انا عاوز اعرف انت مين بالظبط. يعني السؤال ده قلق ولا حب معرفه ولا ايه؟ هما الاثنين، وزود عليهم حاجه ثالثه كمان، حب فضول. فضول. ماشي يا ستي. بصي، نجيب عيل كوكتيل، أب مصري أم يونانية، كل جد من جدوده من حتة شكل، وهو خد من كل حتة من دول حاجة أو صفة أو زار المكان ده. ما علينا، جده أبو أبوه فلسطيني عايش في سوريا،
وجدته وابوه روسيه، جده وابو امه يوناني ومراته ايرانيه. ما علينا. ايه ده، فزوره ولا ايه؟ فزوره طبعا. نجيب اتولد اسكندريه، ابوه مات بعد سنتين من ولادته، وامه فضلت تربيه لحد ما بقى عمره 8 سنين، واشتغل في المينا لوحده لغايه ما بقى عمره 18 سنه. بس بشطاره الرجاله التقال وحبه لعبه التجاره ابتدى يجيب حاجات بسيطه، كونتينر اتنين، لحد ما قابل رجل اعمال كبير جدا وجامد جدا، شافه وحبه وحب طريقته، خده معاه وخلاه من القريبين ليه قوي. وشويه شويه كبرت اللعبه. وبس. ايوه بس انت جبت الحس الفني ده منين؟ بص يا فريد، انا بحب الفني قوي. انا اشتريت جيتار من وانا عندي 12 سنه، وتعلمت عليه من غير ما اي حد يقول لي اي حاجه، لغايه النهارده انا بعزف. يا انت بتلعب جيتار فعلا؟ على قدي بس سميه جامد وعجبك. وكنت غاوي ارسم اي حاجه بتيجي في دماغي على اي حاجه قدامي باي حاجه ماسكها في ايدي، ده من وانا عندي 5 سنين، ولحد النهارده انا برسم زي ما انت عارفه. لا بس في الحاجه دي بالذات انت مش على قدك. والله لو رايك ده مش مجامله يبقى انا اعتبر نفسي خلاص صنفت. لا طبعا مش مجامله، بس خلينا في حكايه الولد بتاع اسكندريه، كمل. الولد بتاع اسكندريه بقى تاجر كبير جدا، وراه بير بترول، بياخد منه اللي عايزه عشان يحقق له احلامه بس من غير ما يسأل، ورجع تاني يعمل اللي بيحبه. خد دبلومات في المسرح وفي البينتينج، جرب يعزف الفرقه، وبيعمل ده لغايه اللحظه دي اللي قاعد فيها معاكي وبيكلمك. نجيب انت شايف اللي عشته ده كله عادي؟ مش عادي، بس مش جديد. لا ده جديد، ولو ما كانش في البيزنس اكيد في فلسفه حياتك. ايه الكلام الكبير ده؟ لا كلام كبير ولا حاجه، انا بقصد انه اكيد في ناس كتيره مرت بنفس تجربه الكفاح بتاعك، بس مش كلهم محاوطينها بحس فني زيك، وانت برغم كل اللي وصلت له مصمم ان انت تعمل الحاجه اللي انت بتحبها، وده في حد ذاته مش عادي. يمكن ما باخدش بالي عشان ده انا. انا بعمل اللي يخليني مبسوط من غير ليه وازاي. بس ده تفكير بوهيمي، واستحاله اكون في شخصيه رجل اعمال زيك. والله يا فريده لو انا كنت عارف انه تفكير بوهيمي قبل ما افكره مش فكرت. بص انا بسيب نفسي للدنيا كده على بساطتها. لا بعرف اصنف اللي بعمله ولا اديله اسم عشان ما ببقاش حاسس انه ده غريب. ده انت اكيد ليك مليون الف حبيب. لا يا عم مش قد كده. هما 120 ما فيش غيرهم. لا مش مصدقاك. طبعا مش لازم تصدقيني. الزمن ده الواحد مش قادر يحب واحده او اتنين، ازاي هيبقوا 120؟ ايوه بس انا مش قصدي كده. امال قصدك ايه؟ قصدي ان هما اكيد كتار. هو العشاء اتأخر كده ليه؟ نجيب أنا أول مرة بتكلم مع راجل بندية زي كده، أنا حاسة نفسي إن أنا مش فريدة، أو يمكن متقمصة شخصية فريدة كاولو. أنت بتعرف فريدة كاولو؟ آه طبعًا عارفها، الرسامة المكسيكية. شفتي الفيلم بتاعها؟ أكيد طبعًا، ده اسمها على اسمه. بس هي مجنونة. لا هي مش مجنونة، هي عاشت وسط عالم كلهم عبيد، والناس العبيد دول لما بيشوفوا حد حر بيقولوا عليه مجنون. صح، انت صح. ايه يا فريدة، ايه ايه مالك؟ لا ولا حاجة، احنا ممكن نمشي العشاء. معلش نعوضها مرة تانية، أنا عاوزة أمشي. ماشي زي ما أنت عايزة.
سمحت. ايه انت لسه قافش ولا ايه؟ مرفت انا مش قافش منك. اتفكك منها بقى. وانا هفكني من مين ولا مين بس؟ انا قلت كده برضو من اول ما شفتك. قلت ايه بقى؟ مقضيها يعني. ما الناس كلها مقضيها وانا بس اللي مقضيها. ليه بس انت حاجة تانية خالص. حاجة تانية ازاي يعني؟ يعني انت بقى دماغك ناشفة واللي تقول لك لا تكهربك وتقفش فيها اكتر. انا طول عمري كده من وانا صغير، الحاجة اللي ابويا يقول لي عليها لا تفضل في دماغي لحد ما اخدها. طب احكي لك على حكاية زمان. احكي. احكي. زمان وانا عندي 14 سنة كان في بنت شغالة روسية في الفيلا اللي جنبينا، بس كانت ايه؟ كرباج. 14 سنة؟ اه يا قادر. المهم بقى الناس دي كان عندهم عيل صغير، بس كان ساعتها اكبر مني بسنة او اتنين، بس وقت فرفور من بتوع بابي ومامي، بس لاجل الورد يتسئل اقول ليه. الله ينور عليك. في يوم من الايام بقى جات لي فكره شريره. خدت حبتين منهم من بتوع امي ورحت زرتهم في الفيلا. في اليوم ده بقى ابوه وامه كانوا خارجين، هوب هم خرجوا من هنا وانا قمت حاطط له الحبايتين في الحاجه الساقعه، اتلطش ودار. فضلت انا ومين؟ والموز ده طبعا. اسم الله عليك. طيب انت عارفه يخرب عقلك يا باشا، وعرفت تظبطها كده وانت لسه صغنن. عيب عليك. يعني مفيش مره كده ولا كده عقربت معاك؟ مفيش واحده تعقرب مع عادل الكومي. مش القصد، راس الحربه طول ما هو رجليه طرشه بيجيب جوان، انما ممكن مره يعني رجليه تجلي بس بيفضل برضه راس حربة. في الحالة دي بقى ممكن يلم كور. بس بيني وبينك حصلت معايا في مرة قديمة؟ يعني كانت قريب. اوعى تقولي البت بودة. كانت بت اسمها رباب. رباب الدايرة اللي بتشتغل مع بودة في المحل؟ دايرة ايه بس والدايرة؟ هي إيه واحدة كده كانت من شبه. احكي احكي، ده انت حكايتك حكاية. رباب دي أول ما دخلت عليا الاسم حسيت إن أنا شفت أجمل واحدة في الكون، واحدة كده تغنيك عن كل حريم الدنيا. بيني وبينك أنا أول ما شفتها كل حاجة فيها اتحركت، نفسي أملكها وأمسكها بيني. أنا ساعتها ما كانتش تفرق معايا بس كانت البيت دي مش بقى. بس اللي انا كنت اعرفه عنها انها كانت شمال، ده سمعته من كل الناس. البيت دي طلعت غبيه، معرفتش تنخشش معايا، واول ما حاولت اعمل معاها حاجه هربت مني. بيتها القرف، عيله فقريه وملهاش في الطيب نصيب. ايه مالك؟ تقريبا كده تقلت في الشرب النهارده فجالي صداع. طيب هجيب لك برشام. ها يعني انت جايبه لي البرشامه كده من غير ميه؟ خدها بالويسكي. ايه يا ابني؟ هو انا ما اروحش حته شمال الا ما الاقيك منورها؟
لا المهندس نزل الكاميرات دي عشان عهده. صوت وصوره يا معلم. هاتوهم. يلا. اوعى ايدك انت غلط. اوعى ايدك. ما تخافيش يا بنتي يا بنتي. كلنا مع ميرفل، وبعدين ايمن باشا لا يمكن يخليه يلمس شعره من راسها. انت ما تعرفيش لما الخمره بتسوق. ازاي بس يا بنتي؟ هو راس الحنش اللي بيعمل لنا كوابيس بالليل بعد ما طلع لنا في المقدر. انت تعرفي مين ابوه؟ وانا ورايا حاجه غير ابوه بقالي شهور، ما ورايش اي حاجه غير المدعو ابوه. بصي انت بتقولي عليه زي ما تكوني بتتكلمي عن حد تاني يا رباه. اشمعنى يا بنتي؟ الناس دي يا بنتي ما بيجيش من وراها غير الاذى. اهو اللي بتقولي عليه ما بيجيش من وراه غير البلاوي والاذى ده هو اللي جاب لي حقي من ابنه قدامه تالت ومتل. الله، يعني انت شايفاه راجل حقاني بعد اللي عمله في رباب يا بوده؟ في ايه يا اختي؟ لا طبعا. عبد الفتاح الكومي يا حبيبتي عامل معاك كده عشان ما تعرضيهاش. قال يلم الموضوع بدل ما تسيحي لابنه وتدخليه في الحيطه زي ما انا عملت. بقول لك ايه؟ ده رضاكي بكلمتين يا حبيبتي عشان يلم الليله. الناس دي جلدها تخين وما بتحسش. ممكن يسيب في التراب عشان يضلوا مفنجلين عينيهم في ادخن تخين وما يتلطوش. عرفتي يا حبيبتي؟ مش احنا قاعدين مستنيينه؟ هتشوفي بعينيك. يا بنتي يا ميرفت. نوكا يا بابا. اتكلم. سجل له كل اللي قاله وبالقانون. في يا عم عايزة اطمن عليها. ما ينفعش كده، ارجعي مطرحك. جرى ايه يا عم؟ عايزة اطمن عليها. يا حكومة يا ايمن بيه. ايه الهلولة اللي انت عاملاها دي؟ هنا في الاسم مش في بيتكم. يا باشا مش عايزنا اطمن عليها. اسكت يا اسلام. امر ايمن بيه. خد المتهمين جوا على المكتب وانا جاي وراك. تعالي يا باشا. اروح معاهم؟ اقعدي هنا ريح شوية. سامية. نعم. اللي جبت نفسها شوية وانت كمان امسك نفسك. اللي انت عايزاه حصل. اهدي بقى عشان تكمل. مدري يا باشا يا سامية. ربنا يستر ولاياك ويعلم قلبك. ربنا ما تصفك يا بابا. امال فين صفتي العسكري؟ صفتي. هات الفوطة يا ابني عشان اغسل وشي افوق شوية. شكرا عاشور، تقدر تستناني بره. حاضر. عمل لك حاجة يا بت؟ عيب عليك يا بت، أنا كنت شهيصتي بس اتطرقت. أيوه بقى، ربك يمهل ولا يهمل. بس يا بت أنت وهي. وطي صوتك يا بني آدم، أنت مش في تكيت أبوك هنا. أنت عايز مني إيه يا أيمن؟ أيمن بيه يا متهم؟ مش عايز أسمع صوتك عشان ما أزعلكش، تمام؟ أيمن باشا. وانا هتعتبروني شاهد زي ما قلتولي ولا ايه؟ عايزاها؟ بتسأل ليه يا باشا؟ عشان تجاوبي. لو هتحبس معاها مش هسيبها يا باشا. يلا خديها وروحي. والنبي يا باشا، مفيش شاهد بيبات عندنا في القسم، اتكلوا على الله. طب والمحضر؟ صباح رباح، بكره تكونوا عندي الساعة 10 الصبح. من نجمة هجيبها لك يا باشا. عايز من نجمة من 10 الصبح، اتفضلوا يلا. ماشي يا باشا. بنت يا رباب، عايزة حاجة؟ نبي يا اختي انا ما عارفه اتشكر لك ازاي. عيب يا بنت، ده احنا واحد، احنا ما تقابلناش غير مره واحده بس في الخير. انت جدعه قوي وانت بميت راجل. ربنا معاكم ويحميكم. يلا بقى احنا هنهزر ولا ايه؟ يلا خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. حاضر يا باشا. مع السلامه. يلا بقى، ده انا جعانه قوي. يلا لك شويه كباب وكفته وحبيت عملت تمس. استغفرك واتوب اليك. منور يا عادل بيه، شفت ازاي انا مؤدب؟ منوره ست ساميه. بنورك يا سعاده الباشا. منوره يا رباب.
بنورك يا باشا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الفتاح بيك كومي، معاك المقدم ايمن عبد العزيز نائب مامور اسم رود الفرج. ايوه. اهلا ايمن بيه، اؤمر. ايه مين؟ مين اللي اتقبض عليه؟ انت بتقول ايه؟ ارتحتوا ايمن بيه؟ ارتحتوا ماشي، بس انا كومي ومش هسكت. افهموا كويس قوي ان ده يبقى ابني. انا جاي، انا جاي لك. يا راجل ارفع ايدك. ايه مش عارف كمان هتردني؟ اهدى يا كومبي الله يخليك. لا فؤاد، ابني يا فؤاد. عشان خاطري اهدى شويه يا فؤاد، سيبني اعمل معروف. ايه الدوشه والشوشره يا محمد بيه؟ ايوه مش فاهم الاساتذه ان احنا بالاسم؟ تمام سعد، اسمه ان شاء الله عادل الكومي. ايديه ما تتحطش في الكلام. بص فك الكلام، مش هسألك. بص ايدك كفايه عشان خاطري. خلاص سعادتك بتقول ايه؟ خلاص يا فندم مفيش اي حاجه. انا بساله هو لو سمحت. نفسي افهم ابني عمل ايه عشان اشوفه بالمنظر ده. وليه سعادتك ما سالتوش؟ لو هو مكسوف منك تعالى خبط على بابي اسالني انا هجاوبك. اما تعمل دوشه كده احنا مش في عزبه سعادتك. اعذرنا يا ريس، الكومي مخنوق على ابنه، اي حد مكانه هيعمل كده. لا يا راجل. محمد بيه تمام سعادتك، خد الاساتذه على النبطشيه جوه. تمام سعادتك. واي زعيق او تجاوز لبسه الكلبش وقعده جنب البيت. مفهوم يا فندم، بس انا كنت عاوز هتقابل سعادتك واللي عايز تقوله. تعالى كومي، اتفضل اتفضل معايا، اتفضل تعالى. بس تعالى تعالى تعالى. ايمن بيه سعادتك مش شايف ان الموضوع ما يستاهلش كل الاهانه اللي احنا حطينا فيها عادل بيدي؟ الله يستاهل، ما يستاهلش الموضوع ما يخصناش. المثل بيقول يعني اللي بيشيل قربة على دماغه مخرومه بتخر عليه. القضيه هتخلص زي اللي قبلها انت عارف، بس اسمح لي بعد اذنك، انت مش شايف ان في شويه تعسف كده؟ والله سعادتك تعسف مش تعسف، احنا بنعمل شغلنا. الضبط حصل باذن النيابه، احنا كنا رايحين في ضبطيه اداب اساسا، لقينا البي سابقنا هناك، وده باعترافه يا باشا ان هو خطف المدعو ورا باب الجمل. اعترف؟ اعترف بايه؟ ابن سعادتك اعترف بخطف رباب الجمل ومحاوله انتهاك عرضها، وده كله بتسجيل صوتي وبامر قانوني. كل ده هيتضم في التحقيق لما يروح النيابه ان شاء الله. اعترف؟ لا ممكن نسمع التسجيل ده بعد اذنك يا ايمن بيه. والله كان بودي في النيابة بقى وعليك خير يا متر. احنا بس كان بدينا بس 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 بس. ايه؟ على مهلك. ومعاه يا متر الراجل مش عارف يمشي، ابنه دمره. شكرا يا باشا، شكرا. خد المتهم على الحجز. سجاير كتير كده ليه؟ شوية كده بس. آسف. على إيه بالظبط؟ آسف عشان ما كلمتكيش امبارح. لا عادي، كنت متوقعة إنك مش هتيجي. لا مش قصدي يعني. ما انا عارفه يا عمر، بس كان نفسي تحرجني وتيجي. معلش بس انا انشغلت في حاجات كتير قوي يعني، بس فجاه في سينا زي ما احنا مش عايشين قبل ما نروح، كل حاجه فجاه بقت محتاجاني. ربنا يخليك لي. شفت
فريدة؟ عديت عليها كده. أنا قلت كده. بس أنا قعدت معها 10 دقايق بس. كفاية قوي يا عمر. ما أنتش محتاج أكتر من كده عشان تبقى تشرب سجاير بالطريقة دي. قلت كده. هو أنتوا ليه دايماً بتحبوا تروحوا للي مش عايزكم؟ إحنا الرجالة عموماً. بتفكروني بالعيال، بتحبوا التشالنج، تحدي وخلاص. بس انا ما رحتلهاش عشان كده يا مامي. امال رحتلها ليه يا عمر؟ انا قابلت مامتها، قالت لي انها واقعه في ورطه ومحتاجه مساعدتي. وتساعدها بصفتك ايه؟ هو انتوا مش سبتوا بعض خلاص؟ سبنا بعض، بس احنا عيلتين نعرف بعض بقالنا 20 سنه. في حاجات تانيه بتربطني غير ارتباطك بفريده. طبعا. ويا ترى ايه الورد؟ في حد جديد ظهر في حياه فريده و مامتها مش مستريحه حالي. وعايزاك انت اللي تلحقها. بجد يا حرام. ايه يا مريم؟ حاسه انك بتتعامل معايا لان انا هبله يا عمر. لا. بس لو انا مش فارق معايا او عايز اضحك عليكي كان ممكن اقول لك اي مبرر لغيابي عنك. بس انت عارف اني كنت هعرف لو بتكذب عليا. وانا مش عايز اكذب عليك. تقوم توجعني؟ يا ريتك كنت كذبت عليا. على الاقل كنت ساعتها احس انت بتخاف عليا من قلبك. انا كنت عارف من الاول ان انا قلنا انك النهارده هطلع في الاخر غلطان. عشان انا غلطان فعلا. معترف. نفسي انت بقى تفهميني وتحسي بيا. انا نفسي انت اللي تحس بيا شويه. مريم انت اللي ايدك طلبت مني انك تدفعي معايا الفاتورة. عشان كده ما ينفعش يبقى في اي دين محتاج ادفع له فاتورة. وانا لسه عند كلامي يا عمر. وعشان كده انا رحتها. عشان ما يبقاش في بيني وبينها اي حاجة تانية تربطني بيها. انا نفسي اصدقك. وانا نفسي اقدر اعمل كده. ليه يا عمر؟ عشان انت اللي تستاهلي ان ابقى معاكي في كل حاجة. كل كيان. وانت شاكي كمان انت تقدر. انت ممكن تقولي لي انا. انت اللي شايفاني. انا عايش في الدنيا كده سايب نفسي مطرح ما الدنيا قلبي وعقلي. انما انت اللي شايفاني من بره على بعض. تعرفي تحسبي وتقيسي. تقدر يا عمر. تقدر بس بشرط. انك تبقى عايز تقدر. انك تبقى مصمم. انك تبقى عايزني. انك تبقى بتحبني يا عمر. حلو. الحب مش بيجي بالمحاوله. مش بحاول احبك، انا بحاول اخلص. ويا ترى لما رحت وقابلتها امبارح حسيت انك تقدر تعمل كده؟ انا بعد ما سبتها على طول اتاكدت ان انا ما ينفعش ابقى معاها تاني. ولما روحت وهديت وفكرت اللحظة كنت هتجنن ما اعرف مين الشخص ده. بس في نفس اللحظة مسكت تليفوني وكلمت. على قد ما المكالمة دي كانت تجنن على قد ما انا حسيت انها كتير قوي عليا. وكنت واثقة ومتأكدة ان انت بتكلمني بعد ما قابلتها من قبل حتى ما تيجي تقولي انك قابلتها دلوقتي. انا قررت قرار غريب قوي وانا جاي لك دلوقتي. ايه هو؟ ايه؟ عايز اعرفك على اهلي واعرفهم عليكي. وانا اتكلمت مع علياء امبارح عنك. بصراحه هي مش طاقتي هي اصلا كانت صعبه فريده. النهارده برضه قبل ما اجي لك قلت كده يعني شويه حاجات لماما. ما قلتلهاش تفاصيل يعني. قلت لها واحده صاحبتنا من سينا حضر دكتوراه يعني عشان يعني تعرف ان انت كده وتعمل حسابك معانا في القعده. لا مؤاخذه يعني. ايوه انا قلت حاجه لقيتك. لا 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 بالعكس. بس حاسه اني داخله على رهان مش عارفه اذا كنت هقدر عليه ولا لا. ناس ليها معايير تانيه وحاسه ان هم هيبقوا بيقيموني عشان يوافقوا عليا. والاقي نفسي داخله في مقارنه مع واحده اتربت وعايشت في وسطيهم 20 سنه. الجيم صعب قوي يا عمر. ولا صعب ولا حاجه. انت مش مطلوب مني غير انك تبقي نفسك بس.
طب البس ايه؟ زي ما انت كده. لا حاسه كده اني عايزه البس حاجه منفوشه، يمكن وقعوا عليا يعني ولا حاجه، او حاجه بترتر مثلا. لا بتكلم جد، طب احط مكياج؟ لا زي ما انت كده. طب حته روج احمر يعني؟ هو انت كده مش عامله مكياج؟ لا. ايه ده يعني؟ ده طبيعي؟ سبحان الله، كويس قوي ان مش كل الناس حلوين كده، والا كان بتوع المكياج قفلوا وجابوا دراسه من بدري. يا عمر بس بقى. تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.